زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، النهاردة العالم كله بيحتفي باليوم العالمي للتعليم، واللي أقرته الأمم المتحدة هذا اليوم بيستهدف التأكيد على أن التعليم سبب رئيسي في تحقيق التنمية والسلام، كما أنه طبعا أحد أهم حقوق الإنسان. والسنة دي اليونسكو خصصت اليوم ده للتوعية بالدور المهم للتعليم والمعلمين في مكافحة خطاب الكراهية باعتباره ظاهرة تضر بالمجتمع وتفاقم انتشارها في الفترة الأخيرة. يحتفل العالم في كل عام يوم 24 من يناير باليوم العالمي أو الدولي للتعليم، والذي أقرته الأمم المتحدة، ويستهدف التأكيد على أن التعليم سبب رئيسي في تحقيق التنمية والسلام، كما أنه أحد حقوق الإنسان. ويعود الاحتفال باليوم العالمي للتعليم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2018 بتخصيص 24 يناير من كل عام احتفالاً باليوم الدولي العالمي للتعليم، وحيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تخصيص اليوم الدولي للتعليم هذا العام للتوعية بالدور البالغ الأهمية للتعليم والمعلمين في مكافحة خطاب الكراهية باعتباره ظاهرة تضر بالمجتمع وتفاقم انتشارها مؤخراً. ونظراً لأهمية التعليم، ركزت الدولة المصرية جهودها للارتقاء بالقطاع التعليمي بمختلف تفاصيله، حيث خصصت الدولة ما يزيد على 1 تريليون جنيه من الموازنة العامة للإنفاق على قطاع التعليم خلال 8 سنوات السابقة بمعدل نمو بلغ 158% مقارنة بالسنوات 8 التي سبقتها. وخصصت الدولة 52.4 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية في 8 سنوات، نتج عنها تنفيذ وتسليم 7094 مشروع إنشاء مبنى مدرسي بإجمالي 108.917 فصلاً دراسياً. وارتفعت مخصصات التعليم الفني بنسبة 233% بإجمالي 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بعام 2014، وبلغت مخصصات التعليم الفني نحو 15 مليار جنيه فقط. وارتفعت معدلات فصول مدارس التعليم الفني بنسبة قدرها 8.7% بإجمالي تخطي 50 ألف فصل خلال العام الدراسي 2022 مقابل 46 ألف فصل عام 2014. وتضمنت استراتيجية تطوير التعليم الفني عدداً من الإجراءات والمحاور تتمثل في تطوير مناهج التعليم الفني من خلال منظومة جديدة وإنشاء المدارس التطبيقية التكنولوجية المعتمدة على التعاون مع الشريك الصناعي في القطاع الخاص لتصل إلى 52 مدرسة في 14 محافظة.